أنا اسمي فاطمة أحمد برغل. لما أول مرة تجوزت كان عمري 14 سنة. بكل بساطة لا بعرف ولا بيعرفني قرروا الأهل أنه لازم نحن نتجوز. أنا كل فكري أنه بس كانوا يتجوزوا أنه خلص بتروحي محل ما بدك، بتجي محل ما بدك، ما بدالك مزروبة بالبيت، بتلعبي، هذا هو، بتشتري قد ما فيكي، عرفتي؟ بس صارت الحياة منها هيك، غير هيك نهائيا. تجوزنا، ضليت 12 سنة مجوزة، كانوا كتير بشعين، يعني مثل كأنك كنتي بكابوس وفقت منه، ضرب وبهدلة وإهانة وتلبيد بالإجرين وزال. شو بدك يكون شعوري غير إنه انتحرت؟ يعني انتحرت بس ما متت، انتحرت مرتين بس ما متت. أنا ضعت، ما عندي حدا يوعيني، ما عندي حدا يقلي شو أعمل. لما بلشنا بأبعاد كانوا هني كتير كتير بقوي شخصية المرأة، كتير يعني بيعلموكي تحبي حالك، بيعلموكي تقوي شخصيتك، بيعلموكي وين حقوقك، انه انت لازم تحكي بهذا المطرح ما تسكتي، انت حقك تشتغلي، حقك تطلعي، حقك تدرسي، حقك يكون عندك رأي لأولادك، ما كله مسيطر عليك، حقك ما تتعنفي، حقك من عجبتك حياتك تغيريها. أخذت معنويات منهم كتير، يعني فعلا لما قالوا لي لازم تبلشي من أنا، لهذا أنا ما كنت عم بعرف وين أنا، وما كنت أعرف وين أنا، كنت أعرف بس خلص مثل ما بتكون مثل ما بتكون. بس هلا ما بقى في لا، بطل فيني أتحمل حدا بقى أن يظلمني، حدا بقى أن يجرحني، حدا بقى أن يبكيني، ما بقى فيني أتحمل. إذا بشوف عروس أصلاً بفستانة لابسة فستانة وهي بهالعمل، ها بحب بروح شال الحياة وإلا قومي رجعي على بيت أهلك. وين رايحة أنت؟ بدك عارفة حالك وين رايحة؟ أو روح حتى عيط على أهلها، ما خليهم، ما فركش لهم العرس. يعني تفكر بشاب قبل ما تتعلم وتقوي شخصيتها وتشتغل، وما تتكل على حدا بالدنيا، لا أنا ولا أبوها ولا حدا بالدنيا، تتكل بس على حالها وقفها على إجرها. كل اللي كنت عم بحلم فيه أنا بدي حقق لها يا لبنتي. لو بدي أخدها وأطفش بالدنيا لوحدي، مستحيل خلي حدا ياخدها أو يقرب عليها.